السلام عليكم. الأوساط الأمريكية بدأت ترى بأن بايدن قد يندم ندما كبيرا على قراره بسحب المنظومات الدفاعية الجوية من الداخل العراقي والداخل السعودي، والناشنال انترست هي التي اهتمت بهذا الموضوع. هنالك أسباب ذكرت ليش هو ممكن فعلا أن يندم على هذا القرار. أولا هو ما يحدث في العراق للقوات الأمريكية اللي موجودة، أن الهجمات اللي تتعرض لها القوات الأمريكية من كانون الثاني 2021 حتى يومنا هذا هي 45 هجمة، والمشكلة بهذه الهجمات من الفصائل المسلحة هي تصاعدية وأصبحت مكثفة ودقيقة للغاية، إلى درجة أن الطائرات المسيرة نشوفها في الداخل العراقي وأصبحت دقيقة جدا ضرباتها، وشفنا نماذج كثيرة جدا في أربيل في قاعدة عين الأسد وغيرها، وخاصة أن هم الجنود الأمريكيين أصلا ما عندهم، الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك قرارا للانسحاب من العراق كما هو الحال في أفغانستان، وهذا بالتالي يشكل خطرا عليهم، خاصة وأن منظومات الباتريوت مثل ما قلنا أنه اتخذ قرار في عملية سحبها من عدد من الدول من ضمنها العراق، فمنظومات الدفاع الجوية هنا بسحبها بهذا الشكل بعدم وجود أي قرار انسحاب من القوات الأمريكية والبقاء مع هذا التصعيد، الأمر خطر للغاية من وجهة نظرهم، بالإضافة أيضا خطر إلى حليفهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العراق حليفا لواشنطن، بالإضافة إلى ذلك هو على السعودية، والسعودية معنية بهذا الأمر بشكل كبير، ونحن نتحدث عن هذا القرار اللي طبعا نشرته الول ستريت جورنال ببطاريات الباتريوت وكذلك منظومة الدفاع الجوية الثاد، والانسحاب الكبير جدا اللي إجى تقريبا على فترتين على الأقل في فترة جو بايدن، خاصة وأن قبل 4 أيام 17 طائرة مسيرة هاجمت الجنوب السعودي قادمة من الحوثيين، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اصطياد هذه الطائرات بكل نجاح، ويوم أمس كانت هنالك أيضا طائرة مسيرة على خميس مشيط وأيضا تصدت لها الدفاعات السعودية بشكل كبير جدا، وأيضا الصواريخ حقيقة البالستية علينا ألا ننساها، الحوثيين دائما ما يستخدمون الصواريخ البالستية في هجماتها في الداخل السعودي على المنشآت الحيوية وغيرها، وبالتالي هنالك مشكلة تزداد مع انخفاض منظومات الدفاع الجوية، وعلى هذا الأساس الناشنال انترست وجدت أن هذه الأمور وهذه التطورات ممكن أن تجعل السعودية والعراق يتوجهون إلى توجه آخر مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية. شوف شنو اللي قالت الناشنال انترست: إذا لم يتمكن حلفاؤنا الاستراتيجيون في الشرق الأوسط من الاعتماد على الولايات المتحدة في تكنولوجيا الدفاع الجوي والدعم، فقد يلجؤون إلى خصومنا للقيام بذلك. وهنا إشارة واضحة إلى روسيا والصين اللي أساسا بايدن يريد يواجههم بشكل مباشر بالانسحاب من الشرق الأوسط والتركيز على الصين وعلى روسيا، ولكن أعضاء كثر في الكونغرس الأمريكي منتبهون إلى هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بالداخل العراقي والقرار الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي ب 268 نائب على هذا القرار اللي هو الـ AUMF Authorization for Use of Military Force اللي على أساسه طبعا غزو العراق بالقوات الأمريكية في تاريخ معروف جدا في العراق في طبعا في عام 2003، ولذلك على هذا الأساس في مجلس الشيوخ الأمريكي 5 هؤلاء النواب اللي أمامنا اللي من ضمنهم طبعا ميت رومني وماركو روبيو كلهم دزوا رسالة إلى هذا الشخص اللي هو بوب مندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقالوا له هذا القرار يحتاج إلى نقاش، لا نستطيع بهذه البساطة أن نصوت على هذا القرار وأن نلغي، وخاصة أنه ما نعرف شنو ردة الفعل اللي ممكن أن تأتي من الفصائل المسلحة أو حتى من تنظيم داعش الإرهابي، نحتاج إلى قرار بديل لهذا القرار لكي نتصرف. وميتش ماكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي للجمهوريين، الرجل ساند هذا الموضوع وهو تحت إيده 50 من النواب الجمهوريين طبعا في هذا الموضوع، لذلك علينا ألا نستبعد بأن الاجتماعات المقبلة التي ستكون حقيقة مع هذه الاجتماعات التي ستكون هي في الدرجة الأساس مع البنتاغون، وكذلك ستكون أيضا مع خبراء من الاستخبارات وكذلك من الخارجية وغيرها، هم سيركزون تركيزا كبيرا على عملية إيجاد حلول وبديل على هذا الموضوع، وقد نرى قرارا آخرا للحرب في الداخل العراقي يعتمدون فيه ضد التهديدات التي ممكن أن تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي. والأمريكان أصلا هم منتبهين على قضية مهمة جدا ليست فقط في الداخل العراقي، هم يعلمون أن إيران تزاحمهم كثيرا وإيران نوعا ما ناجحة في عملية هذه المزاحمة. البنتاغون اليوم أعلن وتحدث عن صاروخ وقمر صناعي عسكري
حاولت إيران أن تطلق في منتصف هذا الشهر وتحديدا في يوم 12 أو 13/6/2021، لكن أخفقوا في ذلك، وهذا الإخفاق رقم 4. أخفقوا في إطلاق الأقمار الصناعية 3 مرات في 2019، وطبعا نجحوا بعد ذلك في عملية إطلاق هذا الصاروخ اللي هو طبعا قمر صناعي اسمه نور 1 من صناعة إيرانية بحتة، انطلق بهذا الشكل ودخل في الفضاء بكل نجاح طبعا بهذا الشكل. وهذه كانت في فترة دونالد ترامب، طبعا هذه قضية مهمة جدا انه لما انطلق بهذا الشكل دخل على مرحلتين، الصاروخ هو الذي يوصل القمر الصناعي ووصل، ولكن البنتاغون اللي اخذوا الملاحظة على هذا الصاروخ بانه على الرغم من دخوله بمدار الفضاء بكل نجاح وهو موجود الان، الا انه ماكو اي كاميرات حساسة أو دقيقة في عملية الرقابة والعمليات الاستخبارية وتجميع المعلومات اللي يهدفون إلى. لذلك على هذا الأساس البنتاغون وجد وصارت تحليلات حقيقة من ميدلبري إنستيتيوت هي لاحظت بأن هنالك عملية محاولات لإطلاق صاروخ وقمر صناعي آخر، هو حقيقة سيأتي بعد هذا الإخفاق اللي صار في منتصف شهر 6، وممكن أن يصير في الأيام القادمة أو ممكن أن يصير في الأسابيع القادمة. فلذلك على هذا الأساس ميدلبري لاحظت من عن طريق هذا التاريخ اللي هو 20/6/2021، شافوا بهذه الصورة للقمر الصناعي اللي هي طبعا داخل إيران، هذه قاعدة الخميني الفضائية التي تقع شرق طهران وتبعد تقريبا 321 كيلومتر عن طهران شرقا. طبعا لاحظوا بأن هنالك فيو كونتينرز اللي هي حاويات للوقود بهذا الاتجاه، لاحظوا أن هنالك سيارات متنقلة، ولاحظوا أن هنالك أيضا منصة أيضا متنقلة للإطلاق للصواريخ والأقمار الصناعية. على هذا الأساس دي يشوفون هذه النشاطات دي تصير بسرعة، وهذا الذي يرشح بأن قمرا صناعيا عسكريا إيرانيا قادما في هذه المنطقة ممكن أن يعطيهم إحداثيات دقيقة للغاية في عمليات المواجهة التي يواجهونها الأمريكيون في الداخل. وبالتالي نحن بالتأكيد أمام صراع كبير جدا ومناوشات هنا وهناك حتى في داخل الكونغرس الأمريكي. إذا ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر السكايب من باريس الباحث والمتخصص في العلاقات الدولية السيد هلال العبيدي، حياكم الله أستاذ هلال. كذلك أود أن أرحب أيضا بضيفنا من الرياض عبر السكايب الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، أرحب بك سيدي الكريم. وأود أن أبدأ مع السيد هلال من هذه التحركات الموجودة في مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين وإيقافهم لعملية التصويت على قرار الحرب في العراق، هل تعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى استبدال القرار الحرب الذي صدر في عام 2002؟ ممكن فعلا أن يستبدل بقرار آخر في الفترة القادمة، الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين؟ مساء الخير لك أستاذ أحمد وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني إحنا تعودنا في السياسة الأمريكية أنه كل شيء وارد، السياسة الأمريكية من الممكن أن تجمع المتناقضات في نفس الوقت. إصدار قرار حول هذا الموضوع من الوارد جدا، ومن الوارد جدا عدم إصدار قرار أيضا. هذه السياسة الداخلية الأمريكية لا يمكن التكهن بها، رغم وجود الجمهوريين الذين يكافحون في سبيل عدم إصدار هذا القرار أو بعض الجهات التي تريد إصدار هذا القرار. المشكلة أن هذه التحدي هذا التغيير أتى في وقت استبدال الرئيس في إيران. يعني أيضا كلنا نعرف أن العراق أصبح ساحة للصراع شئنا أم أبينا، هذا ساحة الصراع هي ساحة للنفوذ الإيراني. أيضا القوات الأمريكية محصورة في قواعد لا نراها خارج قواعدها، القوات الأمريكية. إذن الميليشيات الولائية التابعة لإيران هي المسيطرة على الساحة. والتغيير اللي حصل أنه نشوف أنه هناك خلال هذه السنة الأخيرة لم تعد قيمة لإطلاقات الكاتيوشا، واستبدلت هذه إطلاقات الكاتيوشا وصواريخ الكاتيوشا بطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة هناك تقارير استخبارية أنها لا يمكن كشفها مثل الكشف أو التصدي لصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية. لذلك هناك تغييرات على أرض الواقع. إحنا بصراحة إذا من نحيط بكل هذه التغييرات، سواء التغير المتغير السياسي في الداخل الإيراني
أو المتغير العسكري لدى الميليشيات الولائية ولدى الحوثيين أيضا، الأخ من السعودية معنا، وأيضا المتغير الأمريكي السياسي الأمريكي في هذه القرارات وفي سحب دفاعات جوية من مناطق مهمة من الأردن، من العراق، من المملكة العربية السعودية، بالرغم من التصريحات المطمئنة من القادة السعوديين والقادة العسكريين بأن هذا السحب لهذه القوات المضادة للدفاعات الجوية لا تشكل تأثير على قدرات المملكة العربية السعودية. وبالفعل تم التصدي يوم السبت الماضي لكثير من الطائرات المسيرة، ولكن هذا يعطينا مؤشر على السياسة القادمة للبيت الأبيض وللرئيس بايدن. هل الرئيس بايدن يعي، هل الإدارة الرئيس بايدن تعي ما هي أهمية هذه المنطقة والحفاظ على أمن المنطقة؟ لأن هذا إذا لم نحافظ على أمن المنطقة، هو الأمن بالأساس في هذه المنطقة هو أمن هش على فكرة، يعني لم يكن بالأمن بالمعنى الحقيقي للأمن المراد أو الذي تطالب به الدول، أو يعني الأمن بالأساس هو هش. لذلك عندما تحدث هذه المناوشات، تطوير للقابليات العسكرية من ناحية الميليشيات ومن ناحية الحوثيين، في نفس الوقت إفراغ الجو من المضادات الطائرات والمضادات الدفاعات الجوية، هذا يعني الكثير. هنا نحتاج إلى وقفة تأمل للنظر ماذا إلى أين تذهب المنطقة، ماذا يريدون. طيب. وأما الكاتبة عندما في هذا المقال اللي ذكرت حضرتك عندما تقول أنه ممكن أنه الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى الغير، هذا بالضبط وارد دائما ما كان هناك تنوع في مصادر السلاح عند جميع الدول وليس فقط في دول المنطقة. طيب إذا دعني الآن أنتقل إلى الرياض، إلى اللواء محمد القبيبان. أرحب بك سيدي الكريم من جديد. الناس والمنطقة وحتى الغرب يعني يودون أن يعرفون ما الذي تفكر به السعودية الآن، كيف ترى السعودية عمليات الانسحاب هذه مع تصاعد الهجمات الحوثية بهذا الشكل المكثف، كيف تفكر السعودية الآن برأيك؟ يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وحيي الدكتور هلال والسيدات السادة المشاهدين، حياكم الله. يعني إذا حنا نبي نتكلم على تصاعد العمليات، وقبل لا أجيك هنا في يعني نطلع على الهواء، تقريبا 7 طائرات مسيرة أطلقت على جنوب المملكة العربية السعودية من قبل الحوثي. بصورة عامة يعني الوضع متأزم، وبالإمكان التعامل معه يعني بالقدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية قوات دفاعها الجوي مع الحوثي. والحوثي أي نعم أنه شكل إزعاج، أي نعم أنه أصبح ذراع قوي، لا يجب أن ننكر هذا الشيء، أي نعم أنه هنالك يعني تعاون وثيق، وذكر المسؤولين في إيران بأنه هنالك دعم مستمر. بالإمكان يعني المملكة العربية السعودية لديها منظومة دفاع جوية، سواء طائرات بأحدث أنواع الطائرات، صواريخ أو دفاعات الباتريوتس وإلى آخره. أنا أعتقد هذه ليست بمعضلة كبيرة بقدر ما أنه ترك المنطقة وإحداث فراغ، هذا الذي سوف يربك المنطقة، ويعني تكون هنالك في فرصة كبيرة للدول التي يعني تحاول أن تعبث، وعلى رأسها إيران على فكرة ومن يعاونها في المنطقة، حيكون هنالك فوضى وفوضى صعب التعامل معها. فهي ليست فقط على الحوثي والتعامل معه، أكبر من ذلك. لذلك موضوع الحلقة جدا شيق وناقشناه في العديد من الحلقات. المملكة العربية السعودية بنظرتها هذه استراتيجية أمريكية، ويعني في مفهوم استراتيجية الأمن القومي للأمريكان دائما يضع الرئيس أولويات بعد ما يقرر مجلس الأمن الوطني، وقد يرون في مصلحة بلدهم بأنه الاتجاه إلى الشرق الأقصى هو من مصلحة البلد. وأكيد أن حضرتك الضيف الكريم تابع قبل كم يوم في مجلس الشيوخ، هي ليست جلسة استجواب مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، وإنما هي شرح لأهمية يعني التوجه إلى خارج المنطقة. هذه نقطة. فهنالك أولويات للولايات المتحدة،
وأنا برأيي إنه هذا استكمال لسياسة أوباما. أي نعم، ترامب جاء وقلب الطاولة على الجميع وأحدث يعني تغيير في المنطقة وأحدث إرباك للخصوم، وهذا كان يعني من صالح المنطقة. ولكن أيضا الذهاب إلى الشرق الأقصى ليس في صالح الأمريكان، لأنه المنطقة هنالك من يتربص، سواء زي ما ذكر التقرير أو يعني أشار للأخ هلال، بأنه دول المنطقة جاهزة للذهاب إلى السوق والأسواق مفتوحة، سواء الصين، أوروبا الشرقية، روسيا، بل العكس، يعني روسيا تغازل المملكة العربية السعودية وكذلك الصين لي يعني التعاون العسكري. فالخطر تقريبا على الأمريكان، لأنه هنالك مصالح كبيرة لهم في المنطقة، وليس فقط في بيع السلاح. يعني حضرتك متابع وأكيد متأكد، وأنا عارف أنك عارف ماذا يحدث الآن في سوريا من تواجد هذه القواعد العسكرية الروسية الأبدية permanent. يعني أنا أعتقد أنه لن تتحرك هذه القواعد الروسية في سوريا، وكذلك رغبة بإنشاء. فالفكرة فيها إرباك. أنا ما أقول لك أنه ما تستطيع دول المنطقة، حتى العراق في ظل هذه الظروف يستطيع الدفاع عن نفسه، هنالك قوات مسلحة قادرة. أي نعم أنه يعني هنالك تدخل ميليشياوي كبير، ولكن دول المنطقة لديها القدرة. المشكلة مع المناخ العام في المنطقة. طيب جميل، ولكن هنالك سؤال مهم سيدي الكريم. يعني القضية أنه هل السعودية الآن الناشونال انترست تتحدث بأن هنالك مخاوف وتخوف أنه السعودية حليف مهم جدا لواشنطن، أنه في ظل هذه السياسات أن تذهب إلى دول أخرى وتطلب منظومات دفاعية جوية من دول أخرى. هل تعتقد أن السعودية فعلا في فترة بايدن قد تلجأ إلى هذا الأمر في ظل إذا ما استمرت هذه التهديدات بشكل مستمر؟ السوق مفتوح، والسمو ولي العهد والملك سلمان الله يحفظهم يعني كانت لهم رسائل واضحة في الزيارات لروسيا وفي زيارات للعديد من الدول المصنعة للأسلحة. والآن يعني هنالك تعاون وثيق، سواء في المعلوماتية الاستخباراتية، أي نعم قد يكون مع روسيا أكثر وليس مع الصين، وهنالك بعض المنظومات الصينية في المملكة، وهذا شيء لا يعني لا نخفيه جميعا. فقد تذهب المملكة العربية السعودية للذهاب، وهو ليس لي ذراع، لأنه هذه السياسة عندما نتحدث عن لي الأذرع فهذا مفهوم ترامب الاقتصادي البحت، ويعتقد بأن ممكن أن تتغير العقائد العسكرية والمفاهيم العسكرية بسهولة. لا، هو أكبر من كذا الموضوع. نعم هنالك إذا دعت الحاجة المملكة يعني أمامها القدرة ولديها العلاقات الجيدة بأن تذهب، وسوف تذهب يعني حاليا بوجود بايدن أو ما غير بايدن، لأنه الآن أصبح العالم كقرية واحدة. والآن حتى التنوع في الأسلحة الروسية، الأسلحة الروسية أصبحت حقيقة يعني ترتقي إلى المستوى الأوروبي، كذلك الصين. ولكن ما أرى أنا أن هنالك برأيي الشخصي هذه ضغوط، وهي رسائل للصين وحلفائها بأنه يعني هنالك التوجه للشرق الأقصى. ولكن حتى لو راحت أمريكا للشرق الأقصى، يعني حضرتك عارف بأنه الأمريكان موزعين العالم كمناطق مسؤوليات، منطقة الباسيفيك لديها القدرات العسكرية، وهناك حاملات طائرات وتعاون مع اليابان وتعاون مع كوريا الجنوبية. هي مجرد رسائل تهديدية، وحتى وإن ذهبت هنالك لا أعتقد أنه ستفرغ المنطقة أو ستفرغ المنطقة من قبل وجود الأمريكان. هو ليس حبا في المملكة أو مثلا حبا في العراق، لا، هو الشريك الأول إسرائيل. إسرائيل حتتعرى، آسف على هالكلمة، لو خرجت أمريكا وسحبت قواتها، يعني حتؤكل إسرائيل من قبل الفلسطينيين، لأنه فعلاً إسرائيل معتمدة اعتماد كلي على التواجد الأمريكي في المنطقة. فحضرتك عارف أنه هذه مجرد يعني جس نبض استراتيجي جيد. تحديات موجودة، قد يكون هنالك تحول بسيط، ولكن ليس بالسهولة التي يعني أعتقد الكاتب أو الكاتبة بأنه سوف تذهب أمريكا ممتاز للشرق جداً. الأقصى وتتخلى عن المنطقة. ممتاز جدا. دعني أعود إلى الدكتور هلال. الآن قضية يبدو أن الأمور واضحة بأن البديل في مجلس الشيوخ قد يكون واردا لقرار الحرب الذي صدر في عام 2002. إذا ما تم ذلك سيدي الكريم، هل هذا سيعني برسالة مباشرة أو غير مباشرة إن صح التعبير للعراق
لا تعبون نفسكم، احنا بالنسبة لنا لن ننسحب من العراق. هل تعتقد هذه هي الرسالة الواضحة اذا ما تم ذلك؟ يعني فعلا انا لا اتخيل في يوم ما انسحاب امريكي كامل من العراق. هناك اتفاقية اطار استراتيجي موقعة مع الحكومة العراقية، وهناك مصالح امريكية في المنطقة شئنا ام ابينا. امريكا في العراق تشكل حاجز الصد الاول لحماية اسرائيل من أي هجمات محتملة. لذلك أنا أتوقع أن هناك، يعني شوف أستاذ أحمد، إذا أخذنا بالتاريخ أنه النظام السابق في العراق تمت شيطنته، وتم إطلاق الأكاذيب حول امتلاك العراق للقدرات النووية والصواريخ أسلحة الدمار الشامل وما إلى آخره. هناك محاولات تجري الآن أيضاً لتضخيم قدرات الإيرانيين. الجميع يعلم في المنطقة أن قدرات إيران هي ليست بهذه القدرات، وإيران هي نمر من ورق شئنا أم أبينا. لذلك هناك بعض التقارير التي تتحدث عن قدرات صاروخية لإيران وإطلاق الأقمار الصناعية، وأنا قرأت التقرير بصراحة، تقارير كثيرة ليست تقرير واحد فقط، حول قدرات إيران ووضعها لأقمار في المدار ورصد. كل هذا يأتي في محاولة لطرح موضوع إيران على الرأي العالمي، وأيضا لإثارة بعض الضغوطات من خلال المفاوضات الجارية حاليا في جنيف حول الملف النووي الإيراني. لا ننسى أن الميديا والإعلام هي سلاح في المعركة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، كما هي بيد إيران، وكما هي بيد الاتحاد الأوروبي. لذلك لا، ليس علينا أن نصدق جميع ما يأتي في من تقارير حول وجود أسلحة دمار شامل، وحول قدرات إيران الصاروخية وإطلاقها للأقمار الصناعية. أنا بصراحة هناك محاولات صحيح، ودائما ما ربطت إيران بين التجارة، يعني بين البزنس وبين القدرات العسكرية. إيران تحاول تطوير قدراتها العسكرية، ولكن جميعنا رأينا عندما ضربت إيران معسكرات في العراق لم تكن هذه الصواريخ ذات تأثير انفجاري كبير بحيث يترك أثر أو يعمل شيء. كانت هي محاولة لعرض أو لشو، يعني ليس أكثر من هذا. لذلك هناك أنا أعتقد أنه صحيح التغيير موجود في السياسة الأمريكية، ولكن النوايا عند هذه السياسة الأمريكية في هذا التغيير بالذات هي ليست واضحة. لا أعرف ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية سوى إرسال بعض الرسائل كما ذكر الأخ الضيف من المملكة العربية السعودية، إرسالها إلى الشرق الأدنى، إلى روسيا، إلى الصين، أننا جاهزون وأن هذه المنطقة لا تشكل عندنا ثقل يذكر. ولكن في نفس الوقت ترك الفراغ في هذا المنطقة سيعني الكثير، لأن الجميع يعلم أن روسيا وإيران والصين هم داخلين في حلف. صحيح هذا الحلف شبه يعني غير معلن، ولكنه شبه حلف يعاد تشكيله لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية طيب. وأوروبا في المنطقة. طيب دكتور، هذه الآن الجلسات المتوقعة الاجتماعية التي ستحدث بين الأعضاء الجمهوريين الديمقراطيين، البنتاغون، الاستخبارات حول قرار الحرب على العراق، هل تعتقد أن هذا ممكن أن يصعد من طبيعة الهجمات للفصائل المسلحة في الداخل العراقي على القوات الأمريكية في الأيام القادمة لزيادة الضغط؟ يعني بالفعل تناول الموضوع بهذه الطريقة، لا هو يعني بالبداية خلينا نقول أن وصول رئيسي إلى رئاسة إيران أعطى دفعة لهذه الفصائل، أعطى قوة. جميعنا راقبنا ردود الأفعال على وصول رئيسي بالانتخابات الأخيرة ونجاحه وفوزه، وهو مرشح الحرس الثوري الإيراني، وهو مرشح أيضا علي خامنائي المرشد الأعلى. لذلك هم الآن عندهم شعور بالنصر، هذا الشعور زائف بالنصر، لأن ما ينتظرهم هو أكبر، يعني أكبر من وجود رئيسي. صح، رئيسي يمثل
الخط الثوري والحرس الثوري، ولكن هو جاء لترتيب البيت الداخلي لإيران وليس للقيام بعمليات عسكرية كبرى خارج إيران. ولا ننسى أن دائما القرارات المصيرية والمهمة داخل إيران هي بيد المرشد الأعلى، يعني يكون دور الرئيس هو دور ثانوي، لأن هناك مجلس الأمن وهناك أيضا المرشد الأعلى، قرارات المرشد الأعلى. لذلك أنا أعتقد أن هذه المناقشات والتحضيرات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستساهم أيضا في رفع حدة التوتر وفي استعادة الجو المشحون الذي كنا نعيشه قبل سنوات. طيب، إذا نعود إلى المملكة العربية السعودية، إلى السيد القبيبان من جديد. سيدي الكريم، قرارات بايدن بسحب بطاريات الباتريوت وغيرها، هل تعتقد بأنها ستؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية إن ازدادت هذه الأمور في المستقبل؟ شوف، هو في تباين في الحقيقة من قبل الإدارة الحالية، ويعني يبدو لي أن هنالك فيه تناقض ما بين وزارة الدفاع والرئيس الأمريكي، واضح. اولا لانه هنالك رسائل دائما من قبل المسؤولين الامريكان باننا ندعم المملكه العربيه السعوديه في دفاعها، الحوثي يصعد، الدعم الايراني مستمر، الفوضى في المنطقه مستمره، المبادره السعوديه لايقاف الصراع في اليمن، لا زلنا نرى ان هنالك تعنت من قبل الحوثيين، المبعوث الامريكي فشل، المبعوث الاممي، هذه جميعها يعني أنا أعتقد تصب في أنه ضرورة وجود دولة شريك، وليس فقط علشان الأسلحة. أي نعم، هذه دولة مصنعة ونحتاج شراكتها لثقلها، الدولة الأولى في العالم، الجميع يتسابق على يعني التواجد مع الولايات المتحدة أو شراكة الولايات المتحدة، لكن أنا برأيي أنه لن تؤثر كثيرا. اللي راح يؤثر فعلا عندما ما يحدث في خلف الكواليس. أنا أقول لك هذا الذي يحدث الآن، قد يكون هنالك اتفاقيات ما بين الحكومة الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية للخروج من المنطقة، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي سحب بعض الدعم لي، إما وأنا أعتقد أنه اللي هو أخطر ما يهدد الشريك الأكبر اللي هو المملكة العربية السعودية الحوثي، قد يكون إيقاف هذا الدعم، عارف. فهنالك غموض في المنطقة، وأنا ما وهذا ما أنا أقرأه من قبل الأمريكان. لماذا يعني حتى في الآونة في زيارتهم الأخيرة أو في الاتفاق الاجتماع الذي كان في بريطانيا عندما اجتمعت الدول السبع الكبرى، منطقة الشرق الأوسط هي محور الحديث، ليبيا، العراق، سوريا، لبنان. فحتى في هذه الاجتماعات لم نرى تطرق واضح، إلا أنه نحاول يعني ما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي لحل الخلافات البينية. ولكن أنا أشوف أن هنالك مخطط أكبر لوضع إيران الحالي. نعم، نحن أمام تحدي كبير. أنا لا أقول أنه يعني اختلاف المعادلة، لا، قد يكون الكفة ترجع لإيران في المنطقة، وهذا ما يسعى له النظام السابق لأوباما ويتمم بايدن عندما يتحدثوا، وكانت واضحة وصريحة. يعني هل تعتقد سيدي الكريم نحن أمام ممكن جدا مع هذه الانسحابات والتطورات والتغيرات في مفاوضات فيينا انتصار إيراني على التواجد الأمريكي في المنطقة؟ هل يصح لنا أن نقول ذلك؟ لا، هو ليس انتصار، هو اتفاق وهو واضح أن هذا الاتفاق الإدارة الحالية ليست يعني خلينا نقول لك متفهمة لأوضاع المنطقة وخاصة دول الخليج. أوباما شخصيا، بايدن شخصيا هو ضد الفكرة الخليجية، وأن يعني يكون هنالك عزل لإيران وإقصائها من المنطقة وعدم التعامل معها إلا بالأنظمة والقوانين. بايدن عكس ذلك، هو يريد أن يعيد الفكرة التي هو يعتقد التوازن في المنطقة، ندعم شركائنا الأقوياء المملكة العربية السعودية والعراق بالسلاح، ونأخذ ضمانات من الجانب الإيراني بأن يتوقف الدعم لبعض الجماعات التي تؤثر على مصالح الأمريكان، باب المندب
مضيق هرمز، النفط، هذه جميعها تؤثر على الأمريكان بأن لا يكون هنالك اعتداء من قبل مين؟ من قبل الإيرانيين، ويستمر خلينا نقول لك الاتفاق النووي أو يعاد الجلوس إلى الاتفاق النووي. فالأمور غامضة بالنسبة لنا، وهذا ما يقلق المملكة العربية السعودية. ودائما يعني وزير الخارجية، سواء سمو وزير الخارجية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية، يتحدث على أنه ضرورة تواجد المملكة العربية السعودية في الاتفاق المستقبلي للاتفاق النووي الإيراني حتى تكون الصورة واضحة لنا. فمن ناحية أنه قلق بسحب الأسلحة، لا، الحمد لله العلاقة ما بين البلدين استراتيجية، مرت بمطبات أنا أعتقد أنها لم تمر بها 2001، مرت بالمطبات والمهزلة التي تحدث بها الجميع عن مقتل خاشقجي ومحاولة يعني لإيذاء لسمعة المملكة العربية السعودية وتعدتها. فالشراكة ما بين البلدين مهمة جدا. ولاحظ أمر مهم يعني لا يجب أن نغفله في هذه الحلقة، عودة العراق إلى حضنها العربي، ترى هذا يدعم يعني الوحدة العربية والتواجد، أو خلينا نقول ليس الوقوف ضد إيران من قبل العراق، ولكن السيد الكاظمي وعودته إلى المنطقة، هذا يساعد على أن هنالك يكون تحدي للأمريكان بألا يكون هنالك بما يعتقدون أنه التوازن في التعامل مع دول الخليج والعراق وإيران، لأنه فعلا إيران دولة يجب ألا تتدخل في المنطقة والاستمرار في هذا الأمر. طيب، لأنه ليست المشكلة عسكرية، آخر نقطة أستاذ أحمد، تفضل، المشكلة عقدية، هذا أمر أخطر من أي الأمور الأخرى. عسكرية تستطيع الدول تواجه، العراق يواجه، السعودية تواجه، نحن أمام أمر عقدي، وهذا ما هو يعني مخالف لكافة الأنظمة. إيش الحرس الجمهوري عقدي يتفوق على القوات المسلحة بفرض آراء، وهذه نقطة يتفهمها الأمريكان، وأعتقد الجمهوريين يتفهمون هذا الأمر. طيب، ونأمل يعني في المستقبل لي يعني استخدام قرار الفيتو ضد هذه. طيب، إذا دعني أعود إلى الدكتور هلال. دكتور، يعني أنباء واضحة جدا بأن السيد مصطفى الكاظمي وبتصريحات مباشرة بأنه سيذهب إلى أوروبا وسيذهب إلى واشنطن، زيارة واشنطن، دعنا نركز عليها في ظل هذه المتغيرات الكثيرة جدا الموجودة. ما الذي سينتج عنها برأيك زيارة الكاظمي لمقابلة جو بايدن شخصيا والحديث عن عدد من الأمور؟ هل سنرى انسحابا بعد ذلك ممكن، تخفيف لعدد القوات الأمريكية، إبقاء المنظومات الدفاعية الموجودة وعدم سحب المزيد منها؟ أنت شنو تصورك على الموضوع؟ خل أبدي من الأخير أستاذ أحمد، هو إبقاء القوات الأمريكية ومحاولة الحفاظ على ما تبقى. السيد الكاظمي يحظى بدعم لا محدود، ليس من الأمريكان فقط بل من الأوروبيين أيضا. المكالمات الهاتفية التي يتلقاها كل شهرين تقريبا، وآخرها قبل أقل من أسبوع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إيمانويل ماكرون ليس بصفته رئيسا لفرنسا فقط، بل هو أحد أقطاب الاتحاد الأوروبي الكبرى، لذلك هو مؤيد من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أتكلم هنا عن السيد الكاظمي، وأيضا مؤيد من قبل المجموعة الدولية للذهاب إلى انتخابات. هذه الانتخابات ستضع الكثير من النقاط على الحروف، لذلك نحن في وضع إذا أردنا أن نسميه في فراغ. السيد الكاظمي لم ينتخب من الشعب العراقي، هو جيء به كحكومة انتقالية للوصول إلى هذه الانتخابات. هذا الفراغ يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لا تترك الفراغ الذي كانت هي بالأساس المتسبب فيه من خلال الغزو في عام 2003 للعراق، وأيضا بوصول العراق مع الأسف الشديد إلى هذه المرحلة من الفهومات السياسية الخاطئة. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكان متواجدين في العراق، زيارة الكاظمي المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي زيارة لتحصيل الدعم، وأيضا لتوفيق هذا الدعم. طيب، وإعطائه دفعة للذهاب إلى انتخابات بثقة أكبر. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من العراق استقرار سياسي، ولكن في ظل وجود تدخلات إيرانية مهمة في الساحة العراقية
وخصوصا الكل يدري أن هناك ميليشيات مسلحة لديها أحزاب سياسية داخل قبة البرلمان. لكن دكتور هلال يعني هذه قضية بقاء القوات الأمريكية بهذا الشكل، يعني ألا تعتقد أنها ممكن أن تؤزم الأمور في الداخل العراقي؟ يعني الفصائل يعني هي تقاتل حتى خروج آخر جندي أمريكي، هم مبنية عملياتهم على هذا الأساس يا سيدي الكريم. ألا تعتقد أنه لو انسحبوا الأمريكان من الداخل العراقي سيهدأ العراق، ستهدأ الأمور، وقد يجد الكاظمي قوة أكبر مع انسحابهم بدلا من الوضع الحالي والشدة الحالية اللي نشوفها في العراق؟ شوف أستاذ أحمد، يعني لو كانت هذه النوايا صادقة لدى الميليشيات، لو كان هم من يريدون إخراج القوات الأمريكية لكان كل الشعب العراقي معهم، ولكن هم يؤدون دور أداة من أدوات إيران. إيران تريد الاستفراد في العراق. تصور حال العراق بعدم وجود القوات الأمريكية وبعدم وجود وسيط دولي أو محايد دولي لمتابعة ما يجري. العراق تعرض إلى انتهاكات جسيمة خصوصا في جانب حقوق الإنسان، الكثير من المختطفين، من المغيبين، من الشهداء، لحد الآن لم نجد من 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 ارتكب هذه الجرائم. لم يذهب شخص واحد إلى محاكمات عادلة. نحن نطالب بمحاكمات عادلة لما جرى في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية دورها ليس كالسابق، يعني لم تكن قوات محتلة لحد 2010، خرجت في عام 2011 باتفاق مع حكومة المالكي آنذاك، ثم عادت بناء على طلب عراقي لمكافحة الإرهاب. القوات الآن الأمريكية موجودة داخل معسكرات للقيام بأعمال تدريب وأعمال صيانة لبعض المعدات العسكرية الأمريكية للجيش العراقي، ومنها طائرات F-16، وأيضا للقيام بحماية هذه المقرات الموجودة للأمريكان فيها. هم ليسوا قوات محتلة في الشارع، لذلك أي مطالبة برحيلهم هو للاستفراد بالضحية، للاستفراد بالشعب العراقي الذي لديه نوع من الأمل، أنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية، أنا من الناس أريد الأمريكان يعيدون إعمار العراق مثل ما خربوا. لدينا ثار مع الأمريكان، ولكن الثار ليس بمعنى القتل، ليس بمعنى التصفية. لدينا مطالب، منها إعادة العراق، دفع تعويضات عما ارتكبوه من جرائم في العراق، إعادة إعمار العراق. نحن يجب أن نعيد الإعمار. يعني أنا ما أتصور أنه راح يجي خبير إيراني يعيد للإعمار في العراق، ولا أتصور راح يجي خبير إيراني يكون أستاذ في الجامعة أو في جامعاتنا ويدرب ويعلم. لا، إحنا لدينا مع الولايات المتحدة أمر، ويجب أن لا يخرجوا بهذه الطريقة، لأن لدينا حقوق يجب استعادة هذه الحقوق من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دعني أعود إلى السيد القبيبان. سيدي الكريم، الآن يعني كيف تنظر المملكة العربية السعودية إلى العراق؟ والعراق الآن كما تعلمون في ظل إلغاء قرار في الكونغرس، قرار الحرب، وفي ظل استبدال هذا القرار، وجود أمريكي، انسحاب أمريكي، هل المملكة العربية السعودية تشعر بالاطمئنان تجاه العراق، بقلق تجاه العراق؟ يعني ما هي النظرة السعودية بشكل عام بتقديرك؟ هي نظرة إيجابية وتفاؤلية حقيقة، يعني بغض النظر على زي ما ذكر سعادة الدكتور بأنه هذه حكومة انتقالية لم يتم الانتخاب، لكن نحن ننظر إلى النقطة الرئيسية بأن الحكومة حتى ولو كان هنالك بعض الأعضاء في سواء البرلمان أو الحكومة لا يؤيدون هذا التقارب السعودي العراقي، ولكن هنالك تفاؤل، وخاصة بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة وزيارة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وزيارة كذلك معالي رئيس الأركان والتبادل الزيارات ما بين المملكة، زيارة سمو وزير نائب وزير الدفاع إلى العراق. هذا التقارب المملكة تشعر فيه بارتياح. هنالك اختلاف وجهات نظر، ولكن لم تفد هذه أو هذا التباين كثيرا لحل هذه الفوضى الإيرانية في العراق وهذه العربدة الإيرانية في العراق. لابد من عودة العراق، هذه نقطة، إلى حاضنة العربية. النقطة الأخرى، العراق الآن يعني أنا أقول لك هي فرصة للمملكة العربية السعودية للعودة إلى العراق وبترحيب كبير من الشعب العراقي. ليش؟ عقني الإيراني وش سوى خلال من 2003؟ سرق، يعني سرق عيني عينك، واضح رجالهم في الدولة أو الحكومة أو البرلمان
وحالة مزرية في العراق، وهي الآن فرصة للمملكة العربية السعودية وبدعم من الشعب العراقي، هي لن تأتي من الحكومة، بدعم من الشعب العراقي، بأن المملكة هي فرصة الآن خامس دولة في العالم أو في المنطقة في العالم يعني كدولة اقتصادية. هنا يأتي سؤال مهم، هنا يأتي سؤال مهم، هنالك اتفاقيات على استثمارات سعودية في الداخل العراقي وغيرها من هذه الأمور الإيجابية التي سمعناها، ما مصير هذه الاتفاقيات والاستثمارات السعودية التي وقعت مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي في ظل هذه الطائرات المسيرة والضربات والشبهات أن طائرات مسيرة جاءت إلى الداخل السعودي وغيرها، ما مصيرها؟ الأمر يحتاج وقت، يعني هذه القطيعة العربية العربية السعودية العراقية، حتى العراق كان بعيد عن المحيطة بأكمله، هي تحتاج وقت، لكنها في الاتجاه الصحيح. أي نعم هنالك تحديات وهنالك صعوبات، ولكن أنا متفائل، أنا شخصيا متفائل، لأنه هذه رغبة الشعب العراقي وراح يفرضها، راح يفرضها الشعب العراقي، لأنه الحالة الآن اللي وصلها الشعب العراقي وما ظهر من هذه الجماعة التابعة لإيران والدمار التي فعلته في العراق ووصول يعني المواطن العراقي إلى حالة يعني ما كنا يوم من الأيام نتوقع، راح تنجح هذه العلاقة، تحتاج إلى حركة. القادة في البلدين جاهزين للدعم، المسؤولين، ولكن هنالك بعض الصعوبات الأمنية، يعني هل هنالك سيطرة حقيقية على هذه الميليشيات وإيقاف يعني التهديد للمملكة العربية السعودية؟ الحوثي من وين جاب صواريخ؟ يعني إيران ما تستطيع أن تهربها من إيران نفسها، هي تصنع إما في العراق أو في لبنان أو في سوريا ويتم تهريبها للحوثي. هل تستطيع الحكومة العراقية أن يعني تفرض رأيها؟ هنا التحدي، فالتحدي يعني الأمني أنا أعتقد هو يلعب دور كبير. للأسف راح نواجه مشكلة في الأمور الأمنية. ليش؟ لأنه فعلا يعني مع احترامي السيد العرجي، مع احترامي وزير الداخلية للمسؤولين العراقيين الأمنيين، ولكن ليس لديهم سلطة على هذه الميليشيات التي تعمل خارج الحدود برأي المرشد الإيراني عقديمة. وهذا هذه المشكلة، نحن أمام نظام إيراني، اسمح لي أقول على هالكلمة دي، متخلف، يقول لك أنا المهدي، والله أنتظر أني أوصل بجيشي وبأفكاري إلى الولايات المتحدة. هذا هو التخلف بعينه. لذلك المواجهة صعبة، هي ليست مواجهة عسكرية، عقدية. وهذه الأفكار التي تحدث بها قادة الفصائل، وهنالك العديد من قادة الفصائل ومن الحشد الشعبي الذي يعتقد بأنه يعني منضوي تحت وزارة الدفاع، يقول لك أنا لا أعمل برئاسة الحكومة أو بوزارة الدفاع، أنا أعمل إلى المرشد الإيراني. مصيبة، هذا تحدي كبير. ولكن للتوضيح سيد قبيبان، يعني مؤسسة الحشد الشعبي هي جزء من المؤسسة العسكرية بشكل عام، هنالك أطراف فعلا تتحدث بهذه الأمور. دعني أعود إلى الدكتور هلال. دكتور هلال، الآن هل تعتقد أن هذه قضايا الانسحاب وغيرها وقرار حرب وما قرار حرب في الداخل العراقي تفتح فرصة للعرب أن يقرروا بأنفسهم المصير الحقيقي لهم، وما ننتظر يا الصين وروسيا يا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل؟ لا تعتقد أن هذه فرصة جيدة للعرب أن ينقضوا عليها ويحققوا شيئا لهم؟ والله يا أستاذ أحمد، يعني طالما ناشدنا وطالما كتبنا وطالما كلنا، يعني أنا عندي عمود شهري في مجلة كل العرب، يمكن أنا صار لي 3 سنين شهريا أكتب، إذا جمعت أنا نص كتاباتي حول الوحدة العربية وحول ضرورة إيجاد، أنا لا أدعو إلى الوحدة العربية، هذا فشيء مستحيل، لكن ندعو إلى ضرورة آلية إيجاد أمن قومي عربي، يعني وزراء الدفاع، الجيوش، الداخلية، القوى الأمنية، أنه العرب يعيدوا له كرامته من خلال قرارات سيادية. هذه المواضيع لازم تتدخل بها الدولة على رأس هرم السلطة، يعني رأس هرم الدولة هذه. لذلك نريد أن تكون هناك على الأقل مفهوم، ولو مفهوم، للأمن القومي العربي. ماذا يعني الأمن القومي العربي؟ مصر تعاني بتهديد مياه النيل، العراق يعاني بتهديد تركيا ومياه دجلة والفرات، ليبيا تعاني من التدخلات التركية والتدخلات الأجنبية من مرتزقتها، دول الخليج تعاني من تهديدات إيرانية، لبنان يعاني من وجود أحزاب خارج دولة السلطة، العراق كذلك يعاني من هذه الأحزاب والميليشيات.
هناك ضياع للمفهوم القومي العربي، وهذا الشيء واضح، خصوصا كانت يعني كانت قضية غزو الكويت والحرب الخليج الثانية هي بداية هذا الانهيار الشامل لمفهوم القوم العربي. لذلك هذه قرارات سيادية يجب أن تعمل الدول عليها، ولكن قبل المفهوم القوم العربي علينا أن نعمل بالاقتصاد، مفهوم الاقتصاد العربي أيضا، لأن كل بدايات أساسها الاقتصاد يكون بداية متينة، ثم نأتي بعد ذلك لحماية هذا الاقتصاد، لحماية منجزاتنا الاقتصادية عن طريق مفهوم الأمن القومي العربي. بدون وجود اقتصاد عربي مشترك، بدون وجود مفهوم أمن قومي عربي مشترك، سوف نكون عرضة لكل ريح تأتي وتأكل وتعصف كيفما تشاء. لذلك هذه القضية مطروحة أمام القادة العرب وأمام وزراء الدفاع، وزراء الداخليات، المفكرين، السياسيين، كلها هذه قضية أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ممتاز جدا. إذا أخشى أن الوقت قد انتهى. كنت معنا عبر السكايب من باريس الباحث والمتخصص في العلاقات الدولية دكتور هلال العبيدي، شكرا جزيلا على حضورك. كذلك أود أن أشكر ضيفنا من الرياض من المملكة العربية السعودية عبر السكايب الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.